القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. وفي حمص قالت مصادر إعلامية سورية إن وزير الداخلية اللواء محمد شعار أمضى يومه الثاني في المدينة والتقى بالفعاليات الاقتصادية والصناعية، وأكد لهم ضرورة تعاون كل أبناء حمص في تهدئة النفوس ومساعدة قوى الأمن الداخلي لإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة. ونقلت صحيفة الوطن السورية أن الوزير طالب من التقاهم بالمساعدة على توقيف الإرهابيين أو الدلالة عليهم وتسليمهم للسلطات القضائية ليأخذ العدل مجراه. وحسب المصادر فإن وزير الداخلية أكد تصميم الحكومة على فرض الأمن والأمان في المدينة وإنهاء ظاهرة التسلح ومحاسبة كل من قتل ونكل بالجثث. وقالت المصادر إن الوزير أكد ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية بين كل أبناء حمص وأدان التحريض الطائفي ومحاولة البعض زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد من خلال القتل أو بث الشائعات والأخبار الكاذبة، مشددا على دور كل الفعاليات في حمص للمبادرة وإعادة المحبة والألفة والتآخي بين السكان والمناطق. وفي أنباء محافظة إدلب شهدت مدينة جسر الشغور وريفها عودة المئات من المواطنين من المخيمات التركية إلى قراهم ومنازلهم ممن أجبرتهم التنظيمات الإرهابية على مغادرتها، وذلك عبر بوابة الحسانية الحدودية. العظيم الواحد ماله ايه غير بلده؟ والله العظيم بنبوس الارض اللي ارض سوريا وتراب سوريا. دهنا يا وطن بالشوق غالي الحنين مكسره بالصدر غالي. ومهما مهما يكون حب الهجر غالي اذا ترابك نده نحن الجوالي. يا هلي يا هلي يا هلي. غير شكل غالي تراب الارض غالي غير شكل تراب الارض غير شكل تراب الارض والارض بنحب الارض السورية. هنا يتنفس القادم من وراء الحدود اولى نسائم الوطن. انها الحسانية اول قرية تقابل القادمين من تركيا الى سوريا، ومن هنا تعبر قوافل اللاجئين السوريين في تركيا أرض الوطن، وهنا تنتهي معاناتهم وتبدأ حياة كريمة غير تلك التي اختزلتها خيمة اللجوء. في الحسانية الاستعدادات باتت على أتمها لاستقبال قافلة جديدة من اللاجئين العائدين إلى سوريا. أما اللي بيجوا إخواننا من المخيمات لسوريا نحن عم نكون هم متواجدين وعم نأمن لهم سيارات، نأمن لهم طلباتهم، التزامات شو بيحتاجوا عم نأمن لهم إياه. عند حاجز الجيش الأول تكسرت أوهام الخوف التي زرعها البعض في نفوس هؤلاء للحؤول بينهم وبين وطنهم وديارهم. الله يرضى عليكم، الله ينصركم. ما عاد أقدر بلد سوريا وجينا على سوريا. أنصحهم كلياتهم يرجعوا على بلدهم. كل واحد بتركيا يرجع لسوريا. لا والله ما بي شيء تمام، انا اقول لك الحقيقه حابس ما بي لا طلع ولا فوته. حابسين حريتنا ودخلونا نطلع برا مثل يعني الله يجي. انا حسي بالاطمئنينه والراحه وخلص والامن. رجع للوطن هو اهم شيء، ما عاد عن البيت، الوطن هو اهم شيء. انه يا رب يعني ترجعوا على سوريا وتشوفوا الماما والبابا وتنبسطوا. 255 مواطنا عادوا إلى جسر الشغور وريفها، جسر الشغور التي باتت اليوم غير ما مضى. طريق السفر كتير كويس، ما في أي أشكال في الطريق. والله الطريق الحمد لله آمن كويس الطريق، يعني مرينا على الشباب واستقبلونا استقبال كويس وسيرونا فورا، يعني مشونا ما أخروا. أمسيات الصيف بدأت تأخذ طريقها إلى أسواق جسر الشغور، وحركة التنقل والتسوق لا تدل على غير ذلك. أسواق تمام، بس يعني شوي شوي الاوضاع بتتحسن. الاسواق فتحه ولاخر الليل وعادي عادي. جسر الشغور اسمها تصدر الاحداث نتيجه اعمال الفوضى والتخريب،
اليوم اسمها يعود لواجهة الأحداث من غير تلك البوابة التي برز اسمها منها، إنما عبر بوابة الاستقرار وعودة الهدوء والأمان إليها. الرئيس العراقي جلال طالباني يعرب عن دعم العراق لأمن واستقرار سوريا ولمسيرة الإصلاحات فيها. جاء ذلك في رسالة إلى الرئيس الأسد نقلها عادل عبد المهدي مبعوثا من الرئيس طالباني، تتعلق بعلاقات التعاون بين سوريا والعراق والتطورات في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا. وتناول الحديث خلال اللقاء الأوضاع في المنطقة عموما وعلى الساحة العراقية بشكل خاص. من جهة أخرى، بحث الرئيس بشار الأسد مع جبران باسيل وزير الطاقة والمياه اللبناني الأوضاع في لبنان بعد تشكيل الحكومة وعلاقات التعاون السورية اللبنانية، كما تطرق الحديث إلى الأوضاع في سوريا والمنطقة. مشروع قانون الإعلام في سوريا يخلو من عقوبة السجن بحق الصحفي ويكتفي بالغرامة المالية، والمبدأ الأساسي في مشروع القانون هو الحرية والمسؤولية وإعطاء الإعلام الحرية المطلقة للوصول إلى المعلومة مقابل عدم التدخل في الخصوصية الشخصية. خطوات متلاحقة تصب في طريق إصلاح القوانين الناظمة للحياة في سوريا، خاصة بعد أن بدأت القوانين الجديدة تصل إلى سقوف ما يرجى منها. فتدعيما لحرية الرأي والتعبير، لم يتضمن مشروع قانون الإعلام الجديد أي عقوبة سجن بحق الصحفي على الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام، وإنما اكتفى بالغرامة المالية. ولأن المبدأ الأساسي لمشروع القانون هو الحرية والمسؤولية وإعطاء الإعلام الحرية المطلقة للوصول إلى المعلومة مقابل عدم التدخل في الخصوصية الشخصية، فقد تضمن القانون إنشاء محكمة خاصة بالإعلام تنظر في جميع القضايا المتعلقة بالنشر وتحكم في الدعاوى المقامة أمامها بسرعة مع اختصار مراحل التقاضي. كما منع القانون توقيف الصحفي في الجرائم المتعلقة بالنشر وضرورة حضور ممثل عن نقابة الصحفيين مع الإعلام خلال مراحل التحقيق. مشروع القانون بحسب رئيس اللجنة طالب قاضي أمين حدد آليات العمل الإعلامي في سوريا لوسائل الإعلام كافة، المطبوع والمرئي والمسموع والإلكتروني، إضافة لحق الفرد في حماية أسراره وحياته الخاصة، وجملة المبادئ الأساسية وحقوق وواجبات الإعلاميين وحق الرد في محظورات النشر والتراخيص. هذا بالإضافة إلى تأسيس المجلس الوطني للإعلام على أن يبقى موضوع إلغاء وزارة الإعلام من عدمه من اختصاص السلطة السياسية في سوريا. كما يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم الإعلام طبقا لأحكام هذا القانون، حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي، ويتألف من 11 عضوا من ذوي الاختصاصات في مجال الإعلام. مشروع قانون الإعلام الجديد الذي أنجزته اللجنة المكلفة بصياغته سلمت إلى مجلس الوزراء المسودة النهائية منه، ومن المنتظر أن تقره الحكومة خلال الأيام القادمة. اعتبر سفير جمهورية روسيا الاتحادية بدمشق سيرجي كيربتشينكو أن سوريا ستكون أقوى وأكثر ديمقراطية وحرية ومثالا يحتذى به لعدد من الدول في المنطقة. وبعد تقليد عبد الفتاح عمورة معاون وزير الخارجية والمغتربين، كيربتشينكو وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لبلاده في سوريا، أعرب كيربتشينكو عن أمله في أن تخرج سوريا من الأزمة بنجاح. قالت صحيفة البناء اللبنانية إن غازي العريضي وزير الأشغال العامة سيتوجه إلى دمشق خلال اليومين المقبلين للقاء المسؤولين السوريين، وذلك بهدف وضعهم في أجواء نتائج زيارة النائب وليد جنبلاط الأخيرة إلى موسكو التي رافقه فيها الوزير العريضي. وتجدر الإشارة إلى أن الوزير العريضي رافق جنبلاط في زيارات مماثلة إلى كل من فرنسا وقطر، حيث كان الوضع السوري في أولويات واهتمامات النائب جنبلاط. وكان العريض يطلع القيادة السورية بعد كل زيارة على نتائجها كما قالت الصحيفة. وفي محافظة الحسكة أقام أبناء عشيرة العقيدات العربية الأصيلة خيمة وطن، كما أقام أبناء عشيرة الخواتن خيمة مماثلة، معبرين عن دعمهم للوحدة الوطنية والحوار الوطني ورفضهم للمؤامرة ومشروعات الفتنة وحملة التضليل الإعلامي التي تستهدف سوريا.
الله يحميك الله يا سوريا، راضي تغلي عليك يا سوريا، يا دارنا دار الوفاء عز وهنا يا دار. تأكيدا على الحوار الوطني ودعما لمسيرة الإصلاح الشامل، أقام أبناء قبيلة العقيدات بالحسكة خيمة وفاء للوطن في حي غويران، أكدوا فيها على عشقهم لتراب وطنهم ووفائهم لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد. نعاهد نحن أبناء قبيلة العقيدات السيد الرئيس بشار الأسد على متابعة المسيرة خلف قيادته الحكيمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الأصحاب حينما قال له ستكون هناك فتنة كبيرة في آخر الزمان، فقال يا رسول الله دلني على مكان أكون فيه أثناء الفتنة، فقال عليك بالشام فإن الله اختار لها الخيرين، وقد ضمن لي الله سبحانه وتعالى الشام وأهل الشام، فنحن عندنا عقيدة كبيرة بأن الشام بألف خير. هذه الخيمة تعبر عن الوحدة الوطنية في محافظة الحسكة، وعن محبة كما تسمعون محبة أهالي محافظة الحسكة بكل مناطق الحسكة من الشمال إلى الشرق إلى الجنوب، بمحبة للقائد، محبة للوطن، ودعمها للجيش العربي السوري، هذا الجيش الصامد لإسقاط المؤامرة الكبيرة. ورد أبناء العشائر العربية على كل من يحاول الإساءة لهم ووضع اسم العشائر في غير مكانها الصحيح، موجهين رسائل المحبة والوفاء والإخلاص لقائد الوطن، مؤكدين تمسكهم بالوحدة الوطنية ومسيرة الإصلاح الشامل. خيمة وفاء واسعة، وهي سماء سوريا الصامدة العصية على الأعداء التي تتصدى لكل المؤامرات التي تعرض لها لتنال من وحدتها الوطنية وشعبها وصمودها وثوابتها المبدئية. الوطن يعني العرض، يعني الشرف، يعني تراب الوطن مطهر. طبعا طلعنا خارج الوطن فشفنا قيمة سوريا. وكان حي العزيزية في الحسكة قد شهد خيمة وطن لعشيرة الخواتنة، أكد خلالها المشاركون دعمهم لبرنامج الإصلاح الشامل ورفضهم للفتنة والتدخل الأجنبي ودعمهم للجيش العربي السوري. أيهم مرعي، تلفزيون الدنيا، الحسكة. فعالية شعبية وشبابية في قرية بحنين والقرى المجاورة لها في طرطوس، تقيم حفلا في خيمة وطن نصبوها في ساحة القرية دعما لبرنامج الإصلاح وتأكيدا على وحدة الشعب السوري بكل أطيافه ورفضا لجميع محاولات التدخل الخارجي. وأكدت الفعاليات أن احتفالها هو رد واضح على الفوضى والتخريب والإرهاب، موضحين أن الاضطرابات والفوضى لا تقود أبدا إلى الإصلاح والتطوير بل إلى مزيد من إراقة الدماء. وأطفال بنياس يعبرون عن حبهم للوطن على طريقتهم. أزهار الوطن وبراعمه، ومن مسرح المركز الثقافي في بنياس أرادوا أن يقدموا بسمة فرح ونسمة ملؤها البراءة والأمل إلى الوطن الغالي سوريا. الحمد لله مبسوطين ومرتاحين، والله يبعد عنا هالمشاكل كلها، والله خلينا على البلد، والله خلي الجيش. هتفوا وغنوا للوطن وللمحبة ليكتبوا صفحة جديدة في سفر الوطن الحر الكريم. كثير حلو، والفعالية كانت ممتازة، والأطفال كثير كانوا حلوين. ونحن عم ننزل، عم نفوت، عم نطلع دوامنا، عم نجي مثل ما لك شايف، عم نجي نحضر مسرحيات، يعني على طول هيك نشاطات متعددة. شجع الناس يروحوا وين مكان، يعني مو بس عبان ياسع وين مكان، لأنه ما في شيء. الجو هون كثير حلو. ومن بنياس إلى بلدة بحنين بمحافظة طرطوس التي أرسلت بطاقة وفاء ودعم لمسيرة الإصلاح والبناء، أبناء البلدة أكدوا أن سوريا هي أسرة واحدة تحت مظلة الوطن، الكل يجتمع ليتكلم لغة واحدة، لغة المحبة لسوريا والتحدي لكل من أراد الشر لها. سوريا أعظم شجرة اليوم وبالماضي وبكرة، الزورة من قبل التاريخ وأطيافة قوس القدرة. السوريون عاهدوا الوطن الحبيب على صون الأرض والعرض وأن يكونوا أقوى من كل المؤامرات، متجذرين في الأرض الغالية أشجار سنديان وأزهار أقحوان.